وقت ما صارت هاي المجازر وانا عم بتبع كثير تحاليل وكثير ناس بيحكوا، وانا بحبش انه يعني انه كلام انه على زوال وانتهت وما انتهت. نعم. ولكن الدلائل كلياتها التحليلية تشير إلى أنه هيك كيان كولونيالي مزروع في جسم غريب مزروع في هاي المنطقة لا يستمر طويلا، يمكن مش بكرة أو بعد بكرة بس مستحيل. أنت شوفي مثلا الهجرة المعاكسة، يعني لما بتشوفي أنت صور بتشوفي بيت مهدم بغزة فيش إله حيطان فيش إله بواب فيش إله إشي، كنباي قاعدين الناس إنه هذا بيتهم قاعدين على الكنبيات. تطلعي على مطار بن غوريون بتلاقي فيش محل واقفين بالصف كلهم بدهم يتركوا، فيش تمسك بالأرض فيش جذور بالأرض. اليهودي الأمريكاني شو بيجمعوا بمريم من الغابسية؟ شو بيجمعوا معي أنا من الخليل ومن القدس؟ شو بيجمعهم؟ ليش أنا هيك وهي هيك؟ يعني الواحد بيقدر يجبر قصرا لأنه يطلع فلسطين، بس فلسطين ما بتطلع منه. يعني أنا لما بروح بزور أي مخيم لأنه بعمل مسرحياتي هناك بسأل ولد صغير تعال حبيبي شو اسمك؟ بقول لي اسمي كذا، محمد، أحمد، جمال. من وين أنت؟ بقول لي أنا من الكابري، من سحماتة، بنيافة. بقول له أنت كيف من كابري؟ بقول لي أنا بقدروش يقتلوا الفكرة، يقتلوا فلسطين فينا، بيقدروش. قد ما عملوا مجازر، قد ما عملوا حروب، قد ما عملوا أسر وطرد قصري، ما بيقدروا. هذه مزروعة فينا، هاي بشراييننا. أبيدت غزة، لا سمح الله تهجر كل سكان غزة، راحت غزة. لن يهجروا ولن يبادوا. لن يهجروا؟ لا. لن بيقبلوش يطلعوا. تعلموا من 48، مش كل مرة بتسلم الجرة. أول مرة 800-900 ألف فلسطيني. نعم. من حيفا هجروا قصراً من 48 بالبحر وبالذبح وبالمجازر وبالقتل. الفلسطيني ما عادش يطلع من بلده. على كل حال عم نشوفهم كيف عم يتلقوا الإنذارات والتهديد طبعاً، وصامدين وما عم يتحركوا وبيطلعوا هيك عينهم وبعين المحتل وبعين العالم بيقولوا نحن هون هيدي أرضنا، بيطلعوا بعين الموت أطفال شباب. بس للأسف يا رابع الدم كتير عم ندفع الثمن غالي كتير. إحنا منذ طردنا من بلادنا وإحنا ندفع ثمن غالي غالي، ما وقف دمنا. الثمن غالي ولكن هل دم الفلسطيني اليوم رخيص عند كتار حول العالم؟